السلام عليكم متابعي قناة زيرتك، ومرحبا بكم أصدقائي في هذا الفيديو الجديد، حيث اليوم إن شاء الله سأقدم لكم أفضل هاتف متوفر في الجزائر بسعر أقل من 380 سنتيم أو 30,000 دينار. قبل بداية هذا الفيديو لا تنسى دعمنا بالضغط على زر لايك واشتراك في قناة زيرتك لتتوصل بكل جديدنا. فنبدأ الآن في فيديو اليوم. في هذا الفيديو لن أتكلم بالتفصيل عن هاتف اليوم، لكن فقط سأقدم لكم أكثر الأشياء المهمة بالإضافة إلى الشيء الأكثر من المهم وهو السعر، وهذا السعر عليه الكثير من التخفيضات في الأيام القليلة السابقة. هاتف اليوم هو من شركة شاومي الغنية عن التعريف ضمن سلسلة ريدمي. هذا الهاتف الذي تكلم عليه العديد من الجزائريين، ونرى الكثير من المواطنين بين قوسين متوسط الدخل أو المواطن العادي يقتنون هذا الهاتف من أجل الاستعمال اليومي. نعم، هذا الهاتف يستحق الاقتناء ويعتبر من بين أفضل الهواتف الصينية المتوفرة هنا في الجزائر. والشيء المميز حول جميع هواتف شركة شاومي هو السعر الغير ثابت، يعني أنه يمكنك الحصول عليه بأفضل سعر موجود، كما أننا نجد العديد من التخفيضات عليه على حسب الكمية المتوفرة. بدون كلام كثير سأقدم لكم قائمة المواصفات الشاملة لهاتف اليوم، وهو هاتف شاومي نوت 8. كل هذه المواصفات التي عرضتها عليكم يمكنك الحصول عليها بسعر 29,000 دينار جزائري أو 2,900,000. في بعض الأحيان نجد تخفيضا على الهاتف بحيث تصل إلى غاية 28,000 دينار جزائري على حسب الكمية المتوفرة في الأسواق، يعني هاتف اليوم هو من بين أفضل الهواتف المتوفرة في الجزائر إلى غاية مدة نشر هذا الفيديو، ويعتبر من بين أفضل الصفقات التي يمكنك الحصول عليها بهذا السعر. فيعني لن تجد أبدا هاتف بهذه المواصفات في نفس الفئة السعرية. على سبيل المثال نأخذ هواتف أوبو أو سامسونج. إلى هنا أصدقائي وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، أتمنى أن يكون قد عجبكم موضوع اليوم. لا تنسى دعمنا بالضغط على زر لايك والاشتراك في قناة زيرتك لتتوصل بكل جديدنا. كان معكم إيهاب من قناة زيرتك، نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.